لمسنا في البكاء أمس عاتقنا الدوالي والقمر والليالي والقدر وتوددنا النساء دقت الساعة والخيام يسكر وعلى وقع أعانيه المخدر قد ظلمنا بؤساء يا رفاق الشعراء نحن في دنيا جديدة مات ما فات فمن يكتب قصيدة في زمان الريح والذرة يخلق أنبياء والثقافية. وأرحب أيضا بكل من حضر هنا ليكلل نجاح هذه الأمسية بأنفاسه العطرة. هذه الأمسية عبارة عن بداية انطلاقة لفعاليات أخرى قادمة. فوحدها البرامج الثقافية تتيح لنا الفرصة للتعرف على العديد من المواهب الواعدة في مدارسنا وبلدتنا. وحدها هذه البرامج تجمعنا تحت سقف واحد. سقف الأفق الإبداعي الذي نستظل تحت ظله اليوم. نبدأ الآن بنفحات شرقية لتكون هذه الأمسية بداية لنهاية العنف المستشري في قريتنا الحبيبة. الأمكنة هنا معدة لكل ما هو جميل ورائع من فعاليات وبرامج ترفع اسم قريتنا جديد المكر. ترفع اسم قريتنا جديد المكر عاليا. لكن نحتاج إلى دعمكم المعنوي والدائم. كونوا تربة لغد أقصر لتنمو النوايا الطيبة وتكبر. نريدها أن تكبر لأجل أبنائنا. نحن القاعدة، الأهل والإدارة والمعلمون. وأبناؤنا هم رأس الهرم. لا نهمش أبدا دور البيت ودور الأهل بدعم الثقافة والمسيرة التعليمية من أجل السير قدما لغد أفضل لأبنائنا. معا يدا بيد نحاصر العنف بالأمسيات الثقافية ونخنق السموم بالبرامج الرياضية ونشن حركة اللاوعي بالحث على دعم أبنائنا لإيصالهم إلى أقرب الأمام. لوحة العبثي حين تراقب دورة القمر الأنثوي في نومها لا تخاف احرص لها حبها من لحظ عينك الهمجين. حين تصفو ولو تلقي عليك التحية لا تخاف لأن الصباح دبوس معلق في ثوبها الكحلي. حين تروي لك مقطعا من كابوس ليلها لا تخف قل لها لا تتوتري قل لها لا تتحركي وتركي رائحة الوطن في أحشائك لعلها تعزف لنا سيمفونية الحياة على وطن حبيب الصغير. قصيدة الثانية لطف الجو دعيني تقول دعيني اليوم بلا قبل فشفتي قوس وأضحى كما المجنون في الشارع. دعيني اليوم بلا قبل فشفتي قوس وأضحى كما المجنون في الشارع. دعي عيني تناجي النوم وعودي مثل ما جئت فكحلي اليوم لا يكفي ليملأ جفنك الواسع. شبابي ملك آلهتي وذهني فضاؤه شاسع ففري كفكرة الصحراء في رأسي وفي جسدي لأتبع سر الموت في نومك. فجسدي قيد بلا مفتاح ومائي سرابه خادع أحب البحر في صدرك. يوحى في حبة القمح الشهية
كي يصير الخبز قدسي الدلالة في يد الفقراء، فالفقراء ملح الأرض، سنبلة الحياة رمت على كتف الميادين الجديدة روحها في ريحها، وتوهجت غضبا لتشتعل الشرارة والإشارة والبشارة في فراشة تونس الحمراء، تنهض مثل عنقاء الرماد بروح بعزيز العظيم، تزفه العلياء مكتملا بمعنى ذاته. تحكينا عن هذا النشاط طبعا اليوم بتنظموه طبعا باسم لجنة أولياء أمور الطلاب في البلد، أنتم معنيون تعطوا صورة طيبة عن البلد، وهذا هو الوجه الحقيقي لجديد المكر بالرغم من كل ما حدث ويحدث من حوادث عنف هنا وهناك. في بلدنا الكثير من المواهب المدفونة، هذا الدفن نحوله إلى حياة نابضة، إلى نبتة تعطي وتثمر وتعطي البلد رائحة طيبة بنكهة زكية. نعم. يعني نحن نشهد بالآونة الأخيرة الفعاليات الكثيرة في المدارس والمركز الثقافي، المركز الجماهيري هنا يعني يستقبل أبناء القرية وبالذات الطلاب، هذا أمر طيب جدا وأنتم يعني تسمون ذلك عاليا. المركز الجماهيري يعمل لأجل الطلاب ولأجل الأهالي سوية، هذا واجبه، فاسمه مركز جماهيري. نعم. لأجل الجمهور. نعم. فالجمهور عليه أن يتكاتف لأجل حياة جديدة. نعم. ثقافية ملؤها المحبة، علينا أن نتعلم المحبة والتسامح لأجل أن نعيش حياة أفضل. نعم. يعني أنتم تعطون الصورة الطيبة عن لجان أولياء الأمور الطلاب، يعني اللجنة لا تقتصر فعالياتها على الإضرابات وعلى معاكسة المجلس المحلي أحيانا والمناكفات، ولكن كل ما يصب مصلحة الطلاب أنتم مستعدون، حتى لو كان ذلك إقامة أمسيات وفعاليات ونشاطات باسم لجنة أولياء الأمور الطلاب. نحن لسنا بعنصر سياسي. نعم. نحن أبناء أباء الطلاب. نعم. نحن أصحاب المدارس. نعم. فعلي بكل قوتنا نعمل لأجل الطالب وفقط لأجل الطالب، فالطالب اليوم هو الطفل وغدا هو الرجل وهو مستقبل البلد. نعم. شكرا لك. الله يعطيك العافية.